لسا دين بروجيتي في الطرق اللي يسوى وما 70 مليون يورو 50 مليون منهم وما سبيسيفيكامنت فوق دو الطرق تاتنتي ل 85% تاخهم سيكونوا قد يكونوا كو فينانسياتي من فوندي تال-Unjoni Ewropea. وما فلوس اللي ناتورالمنت يطلو في الاكونوميا مالتية مربوطين ما دو البروجيتي هم ميت تهديما قد يهدمو كل يوم على شور صح جبيري تامين اسم اللي داونو ما بروجيتي اللي الطول تاخهم هو تا سنة والفوق من سنة الكونتراتوري اللي هما قد يهدمو اللوكاتي فوق دان الشغل قد يهدمو ميت كبار تهديما والورا دان هما كل فلوس اللي يجو جنراتي واللي في الاخر من الاخر ميسبتشاو في الاكونومية مالتي احنا الطرق قدين نبنوهم من جديد مش سمبليشمنتاتي كسياتار ما كما لترالمنت الطريق تنبنى من جديد في بونت منه من زنا ديفيرسي سولاري بيش الصدى بيش يفهمون تلسبتاتوري تطريق تكون طيبة اللوزو تخفنالي بيش قدينا السيرفيتسي كلها من جديد اللي كنا نادو بيش يسيرو تشيرتو انترفنتي انكا كيف يعدل المتشتا داو الجديد وزاين انكا كونشتي جودة تا LED lighting per esempio في داو البروجيتي كلش يتحسب عليه كلش ينفولفي حفنا شغل وهم ديفيرسي سفيدي رلاتاتي مالفات اللي انت تكستروشي طريق من جديد.